اهلا بيكم. بطلة حلقتنا النهارده الكلمة الرئيسية في حياتها هي التميز والاختلاف، والحقيقة هي تحولت إلى نجم على السوشيال ميديا، ناس كتير جدا بتتكلم عنها وناس كتير جدا بتعرفها وناس كتير جدا تعرف حكاية. لكن النهارده في اللقاء الخاص ده هنا من داخل صالة التحليل المستابع احنا هنروح لمناطق جديدة جدا في حياتها هي ما اتكلمتش عنها قبل كده. ضيفة حلقتنا النهارده هي الأستاذة شروق العقدة، أهلا بيكي. أهلا، بتعمل إيه؟ أهلا بيكي. شروق العقدة طبعا كانت اتشهرت على السوشيال ميديا بالوحمه وبقصه حبها مع زوجها والفوتو سيشن الجميله اللي جمعت بينهم في الفرح، لكن هي مؤخرا قررت ان هي تعمل كتاب فيه 30 حكايه ما اتحكتش قبل كده من حياتها، كل حكايه فيهم ليها حدوته. احنا النهارده هنسمع 5 حكايات من ال 30 حكايه اللي هنشوفهم ان شاء الله في كتاب جديد هيكون موجود في الاسواق الفتره اللي جايه، عنوانه انت مميز انت جميل انت جميل. ازيك يا شروق؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت مختاره عنوان جميل جدا لحياتك مبدئيا. يعني اصل هو القصه موجوده، ان قصصي كلها انا شايفاها مميزه. اي نعم، هي فيها تنمر وفيها حاجات ماساويه فعلا، بس تحت كل قصه في دايما حاجه اللي هو ايه، بتفهمك حاجه في الحياه، بتديك درس، بتديك حاجه تقويك على التنمر. فعشان كده انا مسميه انت مميز انت جميل. لا، عنوان حلو، عنوان فعلا يعبر عن الحياه. احنا اتفقنا بقى ان احنا ايه، هنخش في الموضوع على طول وهنروح للقصص والحكايات اللي انت قررتي تحكيها في الكتاب ده. تمام. وخلينا نحكي، نبدا الحكايات لان الناس هتعرف من خلال الحكايات دي اولا فيها دروس انسانيه جميله وفي نفس الوقت بتعرفهم بشكل مختلف عن حياتك. اول حاجه خالص، اول قصه هيبتدي بيها الكتاب اصلا اللحظه اللي انا اتولدت فيها. دي حاجه انا ما اتكلمتش عنها قبل كده خالص. اللحظه دي انا اتولدت، فالدكتور شافني في وش وهمه. معلش، انا اتولدت سنه 92، فما كانش فيه بقى يعني التكنولوجي اللي موجوده دلوقتي اكيد. فساعتها الدكتور نادى كل الممرضات ونادى كل المستشفى، يا جماعه حد وقعت منه ميه مغليه ولا حاجه على وشها. حتى الدكتور ذات نفسه ما كانش مدرك ولا متفهم ان دي عادي، وحمه عاديه. خاف وقلق وقعد يزعق في المستشفى كلها. بابايا الله يرحمه ساعتها موجود، ماما ما كانتش لسه شافتني. بابا بقى واخواتي كلهم كانوا موجودين، راحوا قالوا لهم يا جماعه لا، ده شكله مش باين ان هو حرق، يعني الجلد ما فيهوش حاجه، ده هو لونه بني. باي ذا واي، انا وانا صغيره كان بني فاتح لدرجه ان لون الجلد الابيض موجود تحتيها هتشوفه. يعني هو كل 5 سنين كانت الوحمه بني، كانت بني فاتح جدا، يعني في الصور بتاعتي وانا صغيره بني فاتح تحتيها لون ابيض. تمام. فبابا الله يرحمه بيقول لهم يا جماعه ده مش حرق، باين قوي ان هو مش حرق، واضح ان هي مولوده كده. فساعتها شوف برضو، يعني ساعتها يعني مش عارفه اقول عليها ايه، بس قله وعي. حتى الدكاتره ساعتها ما عرفوش يتصرفوا. انت لحظه ميلادك كانت حدث جلل في المستشفى كلها. ده فعليا والله المستشفى كلها وقفت، يعني المستشفى اتقلبت. اللي بيعمل حاجه في الامرجنسي واللي بيعمل حاجه هنا كله موجود. الموضوع كان كله مستغرب، والممرضات محدش عارف فيه ايه، محدش عارف ايه، وكله بدأ الممرضات عمالين يعيطوا يا جماعه والله ما عملنا حاجه، وهو انا اتولدت بوحمه عادي مفيش حاجه. حكايه يعني غريبه. دي بدايه الكتاب. دي بدايه الكتاب. البدايه برضو دي مهمه، لان شوف برضو وعي بابا الله يرحمه واخواتي. لا يا جماعه، هي اتولدت كده، انتوا ما عملتوش حاجه، ما فيش حاجه، والحمد لله على كل شيء. هم اللي هدوا الدكاتره، هم اللي هدوا الدكاتره، هم اللي هدوا المستشفى فعلا. طب خلينا نروح للحكايه الثانيه بقى. الحكايه الثانيه برضو موجوده في الكتاب. اللحظه اللي انا بدات ادخل فيها المدرسه، فانا دخلت كي جي 1 كي جي 2 عادي زي اي طفله. المدرسين ذات نفسهم اللي كانوا موجودين في المدرسه الاولانيه اللي انا دخلتها كانوا بيعيبوا عليا. المدرس ذات نفسه، المدرس ده يا جماعه، انت واجهت تنمر من المدرسين، بس من الطلبه، مش من الطلبه. يعني طب المدرس ده واحد جرون اب، هو كبير ونضج. زي ايه طيب؟ يعني تنمر زي ايه؟ بص، هو على حق، انا اختي الكبيره تمام، هي كانت بتبقى قاعده معايا جوه المدرسه عشان هي كانت بتبقى خايفه جدا عليا جدا. اختي الكبيره كانت بتحضر معاكي المدرسه؟ بتقعد معاكي يعني في الفصل؟ والله بتقعد في الفصل ده فعليا. وكانوا بيدخلوها ازاي؟ كانوا بيدخلوها بقى، انا ما اعرفش ساعتها كانت، بس كانت بتدخل يعني، كانت الفصل كي جي 1 وكي جي 2 كانت هي قاعده معايا. اوكي. كانت بتبقى قاعده على جنب، بتبقى عايزه اشوف المدرس او المدرسه هيتعاملوا معايا ازاي، حد هيتنمر عليا، حد هيضايقني، حد من الطلبه، عشان تبقى هي متابعه. كانت بتبقى خايفه عليا جدا. يعني باي ذا واي، انا اختي الكبيره اكبر مني ب 21 سنه. ياه.
فهي كانت قاعدة، هي طبعا حكيت لي أنا عمري ما أفتكر حاجة زي كده. المدرسة ذات نفسها فجاية بتقول لي هو أنت في حد رمى على وشك مية نار؟ فأنا ساعتها وأنا صغيرة قلت لها ما أعرفش، أنا مش فاهمة أصلا هي بتقول إيه. قلت لها أنا ما أعرفش. قامت قعدت جابت إيديها وقعدت تمسح في وشي بتقول لي إيه ده، ده حقيقي ده مش هزار. أنا ستيل أنا صغيرة، أنا 4 سنين 3 سنين مش عارفة أرد عليها أصلا أقول لها إيه. فقلت لها معرفش انا مش عارفه انت بتتكلمي عن ايه. هوبا ساعتها في لحظتها اختي خدتني نقلتني من المدرسه دي على طول. الطلبه الصغيرين ما سابونيش حتى، يعني ماشي بس ده طفل، الطفل دايما بيقول اللي على يعني حاجه يشوفها طق بيقولها على طول مش بيفكر فيها، غير يعني الانسان اللي هو الجرون اب ده يعني المفروض يتكلم يبقى فاهم. مدرسه يعني تربيه وتعليم الاثنين مع بعض، يعني المفروض يبقى فيه ما تاذينيش، ما تاذيش الطفل، نفسية الطفل مهمة جدا. بس فدي كانت تاني قصة. القصة دي الشورت ستوري دي مهمة جدا لسبب واحد، ان لازم يكون الاهل يكونوا يروحوا المدرسة ويشوفوا الاتيتيود بتاع المدرس ومدرسة. انا ما بقولش يقعدوا فيها، اكيد النظام دلوقتي مختلف عن حاجة 20 سنة فاتت اكيد، يعني اكيد طبعا، بس لازم يروحوا يقابلوا المدرس، لازم يروحوا يتكلموا معاه يقولوا له انا ابني او بنتي فيها كذا. ده مش بيقلل من الطفل بل بالعكس، ده بيخلي المدرس بيهيئه نفسيا لما الطفل يجي له ما يعيطش عليه، ما يبصلوش نظره طويله المدى دونا عن اي طفل تاني. خليك في ظهر ابنك، خليك في ظهري، لازم المدرس يبقى في ظهر الطالب. فرق معاكي وجود اهلك في ظهرك طبعا في الوقت ده؟ طبعا. فده مهم جدا. فدي النقطة دي من القصة التانية. صح طبعا. القصة التالتة، خلي بقى نروح للقصة التالتة. اوكي. كبرتي شوية ولا مرحلة الطفولة؟ كانت برضه لسه في مرحلة الطفولة. القصة التالتة، أنا دلوقتي حاليا، أنا هقول بس حاجة الأول بعد كده هدخل على القصة التالتة. حاليا الناس بتدخل تكلمني الأهالي، إحنا خايفين ننزل عيالنا من البيت، مش عايزين حد يتنمر عليهم، إحنا خايفين على نفسيتهم، بس ده غلط. القصة التالتة بناء على اللي أنا لسه قايلها ده حالا. بابا الله يرحمه وماما واخواتي كانوا دايما دايما بينزلوني. انا عمري ما قعدت في البيت. انا تمرينات رياضيه لعبت تقريبا كل الرياضه اللي موجوده في النادي كله. كل الالعاب. ما بهزرش. والله يعني مفيش لعبه يعني تقريبا ما جربتهاش. بجد فعليا يعني انا لعبت بتاع حاجه 20 لعبه اللي كانوا موجودين كلهم في النادي لعبتهم. اللي هو كان بابا وماما دايما واخواتي كوني صداقات هنا، اتكلمي هنا، اتكلمي عادي، حبي الموضوع وانزلي وروحي وتعالي. ناس كتير بتقفل على عيالها، وده حصل معايا. انا في ناس كتير بتقولي احنا قافلين على عيالنا، مش عايزين ينزلوهم من المدرسه، مش عايزين ينزلوهم يلعبوا مع اصحابهم مثلا. لو جاري عندهم نفس الحاله يعني، عندهم نفس وحمه بيبعتولك يعني. يعني انا في ناس كتير قوي عندهم وحمات وبهاء، وطبعا في يعني في اطفال اتولدوا مثلا بالشفه الارنبيه، هنا شكل السنان مش مظبوط. على ادفع حاجه صدقني انا بيجي لي مراهقات عندهم حبوب في وشهم والناس مش سايباهم في حالهم. يعني هل انت متخيل؟ والحبوب دي يعني فتره بتيجي عند اي بني ادم، ده شيء طبيعي. طبعا برضه الناس مش سايباهم في حالهم. فاهلك خدوا قرار ان احنا لا لازم هتنزل وتحدي وكل حاجه. ده فرق جدا معاك. طبعا انا كنت بروح بطولات. انا كنت بسافر. انا يعني انا في مرحله اعدادي كده كنت بروح الاسماعيليه، كنت بروح ما اعرفش لوحدي تبع النادي، كان لازم يسيبوني يعني لو عشان احتك بالناس. انا لو فضلت قاعده في البيت انا مش هستفيد حاجه، شخصيتي مش هتتحسن بل بالعكس هبقى انطوائيه. هما كانوا عايزين يكون اجتماعيه وهما فعلا نجحوا في ده. ده حلو قوي. طب تعالي بقى نكبر شويه ونروح للقصه الرابعه. اوكي القصه الرابعه دي قصه انا ولا بقى كانت في على البال ولا الحسبان ولا كنت محضره لها خالص. القصه الرابعه انا زي اي بنت في قصه حب جميله الله حلوه، عملت فوتو سيشن في كاتب كتابي، فالفوتوغرافر يعني المصور بتاعي كلمني. طب ممكن بس قبل ما نروح للقصه دي عايز بقى تحكي لنا شويه كده عن قصه حبك، لان يعني في ناس كتير اكيد ما اتفرجتش هيسالوا ليه كنت انا بقول انها عندها قصه حب مميزه وليه معروفه على السوشيال ميديا وكده. خلينا نعرفهم قبل ما نروح للفوتو سيشن. اوكي. انا جوزي اسمه احمد، تمام. احنا تعرفنا على بعض في الباص تمام بتاع الجامعه، هو كان في كليه وانا في كليه بس باص الجامعه واحد يعني. فاحنا اتعرفنا على بعض في الباص، هو ما كانتش بتصدف بقى غير ان هو ما بيبقاش مكان فيه غير جنبه، او هو يجي مثلا متاخر بعدي، او احنا كنا بنتلكك يعني.
للاخر. تمام. انا اللي شدني في احمد حاجه مهمه جدا، ان هو لما شافني ما طولش النظره. يعني انا لما قعدت جنبه، لما باجي اقعد جنب اي حد في الباص تلاقيه اللي هو ايه، شايف اللي هو عايز يبص لي بطرف عينيه كده، عايز يفهم في ايه. احمد ما كانش كده خالص، قعدت جنبه حط الهيدفون في عينه وقعد يلعب على الموبايل، مفيش اي حاجه خالص، عادي زي اي، كاني انا بني ادم طبيعي مفيش في وشي حاجه. فده شدني، ايه ده بجد في شخص كده اصلا. انا مش بقول برضو الناس اللي بتتنح دي يعني هم وحشين، بس ستيل ده فرق معايا. انا استغربت يعني، انا عمري ما حد ما لازم كله يتنح كده شويه معايا. بس فدي قلت له، فانا يعني ده شدني اصلا، فانا قلت له معلش عايز اسالك سؤال، هو انت مش مستغرب؟ انت متخيل بقى ان هو ما استغربش، فانا بقى عايزه يعني عايزه افهم في ايه. قلت له انت مش مستغرب؟ قال لي مستغرب ايه؟ فقلت ايه ده، لا 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 لا، الشخص ده في حاجه بقى، ده مختلف. بس بدانا بقى يعني نتكلم مع بعض، بدانا نخرج في جروبات مع بعض، وبعد كده جه قال لي ان هو بيحبني وان هو بقى عايز يتقدم لي كده. طبعا القصه المرعبه بتاعت اي بنت اكيد يعني ان هي تقابل حماتها وحماها، ده اكيد يعني، ما بالك انا بقى في وشي وهمه وقاعده مرعوبه كده، انا هبقى مرعوبه اكتر من اي بنت تانيه. بس بصراحه انا ما لقيتش حاجه وحشه خالص بينهم، بل بالعكس، بس هم كانوا مستغربين وده شيء طبيعي، بس مش رافضين. هما كانوا عايزين يتعرفوا عليا، يتعرفوا على الاهل، اللي هو التعارف الطبيعي، عايزين يشوفوا ابنهم هيرتبط بمين، هيتجوز مين، ده شيء طبيعي. بس وفهموا مفيش اي حاجه خالص، وافقوا على طول واتجوزنا يعني، قرينا الفاتحه بقى وفضلنا نروح بقى للفوتو سيشن. اوكي سو انا في الفوتو سيشن، في كاتب الكتاب، الفوتوغرافر نزل الصور عنده عادي، الراجل يعني بيعمل دعايه لنفسه، يعني ده شيء طبيعي. انا نمت بمعنى الكلمه، الصور نزلت النهارده، نمت صحيت لقيت انا عندي ريكوستات اد على الفيسبوك فوق 300 نفر، وانا مش فاهمه فيه ايه، ومنشنز على الفيسبوك وانا مش عارفه فيه ايه. فانا فتحت لقيت صوري مسروقه، حد سرقها وحطها على كذا بيج، والبيج دي مثلا عليها مليون فولور، وفي حاجات بيجات عليها 15 مليون فولور، فكانت كتيره قوي وانا مش فاهمه فيه ايه. فكان تقريبا الكابشن اللي كانت موجوده كان اللي هو من يراك جميلا، يعني اللي هو يعني هيحبك، يعني هو اللي هو يعني اللي هو بيحبك هيراك جميلا مهما كان فيك ايه. وانتشرت. تمام. ودي حاجه ولا كانت على البال اصلا ولا على خاطر ولا اي حاجه خالص. بس والناس بدات بقى تشير الصور وتقول معرفش ايه. والاستغراب ان انا صور الفوتو سيشن بتاعت كاتب الكتاب، الناس كانت مستغربه ان انا ليه اتصورت، ليه انا عملت فوتو سيشن. الناس مستغربه يا جماعه يعني ايه، يعني ايه ليه مستخسرين انا عروسه فيكي مستكسرينها؟ لا، ومفروض اخبي نفسي انا، المفروض ما اتقالت لي فعلا في كومنت، انت ليه فرحانه بنفسك، انت المفروض تخبي نفسك، انا لو مكانك ما انزلش من البيت. يعني ايه انا لو مكانك ما انزلش من البيت؟ طب انت شخصيتك كده، انا مش كده. اتقالت لي في وشي يعني انت المفروض تخبي نفسك. فضلت ساكته كده يعني، نو كومنت. قلت لها، دخلت قلت لها نو كومنت على طول، انا مش عارفه اقول لها ايه. بعديها بشويه عملت الفوتو سيشن بتاعت الفرح، خلاص بقى اوريدي كانت الناس شافتني، فالحده والاتيتيود الوحش اللي كان في الكومنتس بدا يقل خالص، بداوا بقى ايه يتكلموا في حاجات تانية. ايه ده، طب والله كويس ان الكومنتات اللي جات لك قبل كده كانوا فاكرين ان ده خطوبتي، دي كانت كاتب كتابي، كانوا عاملين يقولوا طب كويس قوي ان انت يعني عملتي فوتو سيشن تانيه وكده، وما خفتيش وما زعلتيش وما خبتيش وشك. انا عمري ما خبي نفسي، وعلى فكره انا يعني البنت اللي جت الميك اب ارتست اللي جت عملت لي الميك اب، فهي كانت فاكره ان انا في الفرح هخبي الوحمه بفاونديشن، فقلت لها ده مستحيل. يعني البنت دي اللي هي جت عملت لي في الخطوبه وكاتب الكتاب والفرح، كل مره كانت فاكره ان انا هخبي وشي بالفاونديشن، على اساس اللي هي بتشوفه من العرايس، ما هي بتروح تشوف واحده عندها نمش عايزه تخبيه بالفاونديشن، عندها حبوب عايزه تخبيها. هو ينفع؟ بينفع. بس انت ما بتحبيش تعملي كده. بص، هو الحاجه الوحيده اللي انا غطيتها في الفرح اللي هو الناحيه دي، عشان بس يعني ليس الا عشان يبقى الاي شادو اللي هنا نفس الدرجه اللي هنا، لان انا لو حطيت فوشي هنا بيقلب هنا موف. انما انت حابه ان هو يبقى انا عايزاك حاجه بسيطه خالص، لما اكبر ويبقى عندي عيال افرجهم على صور فرحي، هقول لهم دي مامتكم، دي مامتكم، لما انا مخبيه وشي بيخبوا حاجات كتير. في نصب كتير بيحصل في العجائب دي والله، عشان تعرفوا
انما انت قلتي لا انا حبيبي تلاقيهم قبل غير بعد، بيفور اند افتر، دي تحس ان انت بيفور زي افتر الحمد عادي. لله يا جماعه. تمام. بس طب خلينا نروح بقى للقصه الخامسه. اوكي، هي القصه الخامسه هي فن يعني بجد، هي ضحكتني، هي مش مأساوية خالص. القصه الخامسه، انا على السوشيال ميديا مؤخرا بعمل فيديوهات، تمام، سواء فيديوهات فور فن او فيديوهات ان انا بتكلم عن الثقه بالنفس وبشجع الستات والامهات والاباء اللي هم عندهم اطفال مميزين، تمام. فانا عامله فيديو، فانا انا كشروق ما خدتش بالي، انا بقالي سنين بعمل بتصور صور ما خدتش بالي. المهم الموبايل فيه كاميرتين، في الكاميرا السيلفي والكاميرا اللي ورا الكاميرا الخلفيه، فانا بتصور سيلفي الوحمه مثلا في اليمين، انا بتصور ورا الوحمه في الشمال، الكاميرا بتقلب الصوره، هي بتعمل لها فليب، هي بتعملها زي فليب، بتعكس بتعكس، وده غصب عني، ده التكنولوجيا يا جماعه. أيوه. ده مش بايدي يعني، الناس بقى فاكره ان انا بتلخبط او بنسى، فبرسم مره الوحمه في اليمين عشان تتشهري بقى، عشان اتشهر بقى واطلع ترند بقى والحوارات دي. والله يا جماعه لا ابدا خالص، يعني مفيش حاجه خالص. اهو شفتوها يا جماعه اهو. والله لدرجه انا عملت كده. زعلتكيش دي؟ هي ضحكتني. ضحكتك؟ بصراحه ما زعلتنيش، بس هي ضحكتني، وفعلا هما معاهم حق. ليه؟ انا لما ركزت في الصور بتاعتي لقيتيها معكوسه، قلت يا نهار اسود، انا ذات نفسي اتفضيت. معني صعبه تترسم يعني قوي برضو الناس، أيوة يعني صعبه قوي، بس يعني برضو خيال تفاصيلها يعني، تفاصيلها بس يعني. خيال الناس برضو يعني، خيال المتنمر يعني، ترسميها بنفس الدقه دي في ناحيتين اسهل من صعبه جدا. وبص الخيال بقى بتاع المتنمر بقى، فاهم؟ ده خياله، ده خياله الواسع، التنمر الوسطي الجميل ده، جميل ده. انا شايفك على طول مبتهجه وقويه يعني، دايما انت صلبه كده، والاوقات بيجي عليكي بتزعل. ده يعني انا معاك، ببقى مبتسمه وانا بحكي عن المواقف دي، في وقت الموقف ذات نفسه بتعامل مع اللي قدامي بابتسامه عريضه جدا، بس انا من جوايا ببقى زي بغلي، عايزه اقول له يا جماعه انت ازاي تقول لي كده، او اصلا ازاي تبص لي نظره طويله. انا في ناس وانا ببقى ماشيه في الشارع حتى يومنا هذا، وخلاص انا اتعرفت والناس شافتني، يبصوا لي كده في دورهم متنحين، اقول لهم طب انتوا عايزين تاخدوا صوره، طيب تصوروني، يفضل متنح اكتر. في مواقف طبعا زي دي انا ببقى زعلانه من جوايا، بتوجع النظر اكيد اكيد، بتوجع، اصل انت بتبص لي ليه؟ هو انا في حاجه مختلفه؟ انا في حاجه مميزه؟ هتبص لي باعجاب احترمك، هتبص لي مش مقاز، في ناس بتبص لي مش مقزاز، اللي هو يا ايه ده، في ايه؟ فانت ما تبصليش كده، لا انا زي زيك، انا ربنا خلقني كده، انا بس انا ربنا خلقني كده، فانا طبعا يعني خلاص اعمل ايه؟ طيب ده مش بايدي. بس انت حلو ان انت يعني يعني الحكاوي اللي انت حكيتيها دي اديتك طاقه تقدري تتغلبي على الحاجات الصعبه، علمتني. ما بص انا اتعلمت، في شخصيتي بقت كده. لا انا لو ما نزلتش من بيتنا، وبابايا الله يرحمه ومامتي واخواتي كانوا خبوني زي ما الناس متخبي، عمري ما شخصيتي هتتحول لغايه دلوقتي. صح صح. عشان كده ده اللي انا بقوله للناس، انا عايزاكم تنزلوا عيالكم، خلوهم يكونوا صداقات، دايما تروحوا تكلموا المدرسين عشان نفس الطفل. انا نفسيتي وانا صغيره كنت كويسه جدا، صحيت بقيت متزنه نفسيا. انا بشوف ناس عندهم حاجه 30 سنه او حاجه 40 سنه ما عندهمش ثقه بالنفس، عايشين، عارف يعني ايه حد عنده 30 سنه لسه ما بيخرجش، ما بينزلش، ما بيروحش عزومات، قاعد في البيت، كله ده معتمد على الام والاب، سبورت، الدعم النفسي والمعنوي اللي بيحصل للطفل وهو صغير ده اللي بيقويه شخصيا وبيخليه ثقه، فارد نفسه كده، وبص يعني مش عارف رافع زراف فعليا وهو كبير. صح. فالاهل ده اساسي. صح يا شروق، ويعني احنا اتبسطنا جدا بالحوار ده، وانا والله وانا حابب ان هو يبقى حوار قصير كده، لان قصير بس مكثف وفيه تفاصيل حقيقيه جميله. ان شاء الله هنستنى الكتاب، احنا النهارده عرفنا 5 قصص من الكتاب، ان شاء الله الكتاب فيه 30 قصه كاملين عن التميز وعن الاختلاف وعن القوه وعن الجمال وعن النجاح وعن حاجات كتير جدا شروق قدرت تعملها في حياتها، واظن ان هي كمان مهمه لكتير جدا من الاطفال المميزين والمختلفين اللي لازم يشوفوا تميزهم واختلافهم ده على انه حاجه جميله وحاجه قويه وحاجه ما توقفهمش خالص عن ان هم يعيشوا حياتهم بكل نجاح وبكل قوه. فمبسوط جدا يا شروق ان انت نورتينا النهارده في اللقاء ده، وانا قوي جدا والله، ميرسي ليك. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله نشوفكم في لقاءات مختلفه ومميزه دايما هنا من صاله داخل صاله تحرير اليوم السابع. كان معاكم حسن.